صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. اهلا وسهلا بكم الناس كل فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تتفرجوا في قناه الحوار التونسي. هذه حلقه جديده من الحوار ويكاند، باش نحكيو بوتي، باش نعطيكم لي بون بلان، باش نحكيو زيد على ديزيدغاتاسيون تاع البدن، وباش نحكيو على اهميه الرياضه عند وليدتنا الصغار. هذا كل ومعه الكوجينه البنينه مع الشيف سيد وبرشا مواضيع اخرى. يلا سي بارتي. كما العادة نبدأ من كوجينتنا باش نعطيكم شنو المنيو متاعنا اليوم، وإلى جنبي الشيف سيد القاسمي. أهلا بك شيف. أهلا عفيف، صباح نور، سافا لاباس. ألوغ اليوم شنو باش نقترحوا على السادة المشاهدين؟ باهي اليوم عندنا باش نعملوا بقلاوة مالحة. أي عندنا البريباراسيون، عندنا البريباراسيون تاع فانواز اللي هي ميني سالي. البات هذيك نجم نعملوا بها البقلاوة مالحة. إيطاج من فوق، إيطاج من اللوطة، نعملوا فرس متاعنا مكبوش شوي باش ما تحلناش، باش نزينوه زادة بالفاكهة من فوق. تخي بيان. ألوغ بعد باش نعملوا كسكسي بالعصبان. عصبان هذا المرة هذه عصبان الدجاج، هي كسكسي ساحلي هذا معروف. يتلف في السلو في السلق نتاعنا. ومن بعد نحطوا له فيلم كويسون نتاعنا، ومن بعد بالخيط نربطوه ونحطوا الفرس نتاعنا اللي هو كبدة وكما ما يقعدش الكسكسي بالعصبان كي الفيل معناها دونك يولي ديما موجود معانا بالطبيعة. باش نستعملوا كسكسي رندا اللي هو هايل وفيه سعيد فور الحقيقة وكل كعبة وحدها تفويرك هاو. ديسير باش نعملوا الكريم ديسير نتاعنا نتاع فانواز، باش نزينوا بالشامية نتاعنا ناعورة، ومن فوق باش نحطوا شوية رومان، وباش نعملوا زادة صوص عقدة شوية نتاع دبس الرمان. تخي بيان، هذوما لي بلان نتاعنا اللي باش نعملوهم اليوم. خلينا نبداو نحكيو شوية على لي سبونسور نتاعنا. قاعدة نشوف وأنه عندك الباتري المزيانة في الغوج اليوم، عطاتنا شوية بيبس هكا في الكوجينة نتاعنا. نحكيو على الباتري الماز ALMAZ. الباتري هذه متوفرة في أربع ألوان، البارح شفنا كولور واليوم عندنا اللون الثاني هذايا الأحمر ياسر مزيان. القطاويت نتاعو امبيريكس هكا ولا دونك يستحفظ على النكهه، على خاطر البيخ الكل يقعد في داخل الطنجره نتاعنا ويرجع على الماكله، هذا يعطينا نكهه اكثر، والكويسون نتاعو تولي كانك قاعد تطيب في كوكوت ضغط يعني منخفض، يخليك تربح برشا وقت اول حاجه، والماكله تطيب فيسع فيسع. البوتون سيليكون حتى كي تطيح ما تخافش ما تتكسرش، مش كيما يقعدوا ديما الطنجره نتاعنا بلاش قطاويت على خاطر يتكسرونا، لا هذوما ما يتكسروش. تريبل فون، وبيان سور المانش والبواني كولوري ساتيني، تتشد بسهوله وما تزلقش من يدينا. بالطبيعه اون غرانيت، الغرانيت نعرفوا اللي هو ما يلصقش بالكل، ما يستحقش زيت ولا حتى كي باش تستعمل زيت تحط شويه بالكل سي سوفيزون. صحي 100%، والحاجه اللي تخلينا متاكدين اللي هو صحي اللي هو متحصل على شهاده من وزاره صحة، هذه حاجة مهمة كي باش نطيبوا نطيبوا في حاجة صحية زادة شيء. وأنا زادة مجربها وناجحة 100% بالحق، وحاجة الباهية اللي هي منتوج تونسي بالحق، لا في أختي بالحق. تخي بيان. ألوغ أنا نجيب لا بريباراسيون تاعي الميني سالي. دونك باش تبدا بالبريباراسيون ميني سالي نتاع فانواز، هذه نجمو نعملوا بها برشا حاجات. دايوغ اليوم هاو باش عمل لنا بقلاوه مالحه، مسهل علينا الدنيا الحقيقه فانواز من خلال لي بريباراسيون هذوما الكلهم. هذاك علاش انا ديما ننصح المشاهدين نقول لهم يلزم ديما عندكم باكويت نتاع البريباراسيون هذوما في الدار، اخر لحظه تنجم تزيد اي بلا، يجيب حداك اي حد زاده كيف كيف تنجم تعملهم فيسع فيسع وبطريقه سهله. باهي البريباراسيون نتاعنا عفيف، تتطلب شويه حليب 80 مللتر حليب و75 ملي جرام من الجولدينه، نجيبوا الجولدينه نتاعنا، فيتامين ا وفيتامين او، هلا
الجولدينا ما نجموش نستغناو عليها الحقيقة، على خاطر الفورميل نتاعها أباز دو ماتيغ غراس فيجيتال اي دو لويل نو هيدروجيني، نجمو نستعملوها في التارتين، نجمو نستعملوها في التطيب في الباتيسري. لي زافونتاج نتاعها وإلا في الملح في كل شيء، فيها الفيتامين أ، فيها الفيتامين أ، أباز دو لويل نو هيدروجيني. لي بيانفي نتاعها ممتازين، التكستور نتاعها تري دوس، هاكم شفتوا الشيف كيفاش كي حطها في البريباراسيون نتاع بانواز في ساعة تتخدم، و elle maintient la fraîcheur des gâteaux moelleux، دونك الجو نتاعها بنين وفريشك. الو خفيف، انا تو شلم الباتا نتاعي ومن بعد نخليها ترتاح شويه في الفريجيدير. جوست نحط نغلفها بالكدا بالسلوفان، خليها ترتاح بالكدا باش من بعد نجموا نعملوا بها البقلاوه نتاعنا، ايتاج من فوق ايتاج من اللوطه، ونعملوا الفارس نتاعنا من بعد نوريك الطريقه كيفاش. الفارس باش تعمل؟ باش نعملوا بالدجاج. بالدجاج وعظم وفروماج. باهي، تري بيان. ومن بعد باش نزينوه بالزيتون دي نوايتي في الوسط. باش يظهر فيه حاجات هكا مزيانين على جنب. يعطي منظر. يعطي منظر. ومن بعد بالطبيعه بعد ما نكملوا لحنا البات نتاعنا من فوق، ندهنوه بكعب عظم باش تعطينا هاك الكولور دوغي هذاك نتاع البقلاوه نتاعنا. بارفي. تري بيان. باهي شيف، دونك قداش باش تقعد بريباراسيون ترتاح هذه؟ باش نخليها انا 4 دراج في الفريجيدير. دونك شيف باش تحطها في الفريجيدير نتاعنا، نحكيو على فريجيدير بيولوكس، بيولوكس ماركة غنية عن التعريف، تبارك الله خبرة نتاع 20 سنة في مجال الإلكترو ميناجي، نلقاو عندها لي كليماتيزور، نلقاو عندها التيلي، الفور، البلاك، الأوت أونكاسترابل، نلقاو لي ماشين لافي، نلقاو لي ريفريجيراتور. بيولوكس موجودة في كل دار تونسية، نلقاوها في كامل تراب الجمهورية، هذا كل تلقاوها في كل الفضائيات الكبرى والمحلات اللي يبيعوا الالكترو ميناجي بيان سور في تونس الكل. بيولوكس ترضي جميع الاحتياجات وتزيدكم غارانتي 3 سنين، مهم واني كي نشري قطعه هذا كيما هكايا يبدا عندي غارانتي تاع 3 سنين. الريفريجيراتور بيولوكس نتاعنا اللي قاعدين تشوفوا فيه على الشاشه، نو فروست ملتي كولينغ كلاس انرجيتيك 2، في افيشور ليد، وتلقاوها زيدا في اللينوكس وتلقاوها في البلان. شوفوا ما شابو قديش يزيد في الديكوراسيون نتاعنا، قديش يعطي اضافه ياسر مزيان الحقيقه. باهي شيف، دونك توا خلينا هذيك في الجدار على روح البريباراسيون، اون فا اتاكي شنو توا؟ الكسكس. اي الكسكس. باش نعملوا الكسكس نتاعنا رندا. يلا جيب لنا كسكس. اول حاجه صافي باش تستعملوا نعملوا الصوص نتاعنا. اي دونك الصوص معناها باش نجيبوا الزيت نتاع صافي اللي هو اوميغا 3 الكولزا. ناخذ الكولزا. باش تاخذ الكولزا اوميغا 3 نتاع الصافي، الزيت هذا راهو غني برشا، فيه برشا فيتامينات، على خاطر الزيت صافي يخمم فيكم، يخمم في صحتكم، يخمم في مصلحتكم، هذيك علاش نعطيكم نصيحة اليوم، الأوميغا 3 راهي منافعها متعدة برشا على صحة الصغار والكبار. يقول قايل في شنو تتمثل؟ تتمثل وأنها تساعدنا على تعزيز الصحة نتاع القلب نتاعنا، ومهمة برشا في مقاومة الروماتيزم، التهابات المفاصل بكل أنواعها، ويساهم زيادة في محاربة، طلع شنو يا شيف؟ يقول لي اكتئاب. اكتئاب ملاوينك انت. دونك وين تلقاوه الاوميغا 3؟ تلقاوه موجود في الحوت بيان سور كيما السردينه والتن، وتلقاوه موجود في الزيوت النباتيه كيما زيت الكولزا صافي هذايا اللي قاعدين باش نطيبوا به الكسكسي نتاعنا اليوم، تلقاوه في زيت بذور الكتان، وزاده كيف كيف تلقاوه في الفواكه الجافه كيما اللوز والزوز وغيرها، وبيان سور زيت صافي بنا صافي. بنا صافي، اوكي عفيف. نحطوا شويه بصل، حطينا شويه اون كوب، وشويه خليناه قطعات كبار خاطر من بعد باش نعملوا العصبيه باش نحطوه في الصوص نتاعنا هذه. باهي، باش ناخذ شويه طومات كونسونتري، زوز مغارف كبار سي بون، ومغرفه هريسه وموزوزه. باهي مالا، لازم تحرحيره والتوزويزه التونسيه لابد منها. خاطر من بعد باش نزيدوا نحطوا الهريسه العربي في العصبيه. تقول لي على جماعه الكبان وكروبيليا والحاره. تحيه اليوم الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا. عايشك باهي عفيف. تو باش نحط الحمص نتاعي. باهي. كونتيتي نتاع الحمص الكل. تو نفوحوا. وتفوح. نفوحوا. انا عندي الفلفل شايح هذا يزيد. لازم قليل فلفل شايح في الكسكسي لابد منه الحقيقه. شويه هروس. اي. شوية كركم، حطوا تابلو كروية ولا
والله وليت نحط التابل في الكسكسي تصدق صحيح. ما كنتش نحط وما وليت نحط اقتنعت بيا اقتنعت وجربت ولقيته بنين على حياة عمري نطيب الكسكسي ما نحطش فيه التابل حتى العمناول يا شيف كيفاش تحط في التابل يا شيف كيفاش تحط التابل في المرقة الكسكسي توا عفاه باش نزيد شوية ماء أنا بالبوياغ نتاعنا روسل هوبس فوالا دونك دي معنا البوياغ نتاعنا نتاع روسل هوبس حاضرة الماء نتاعنا مغلي على هذاك يساعدنا كي باش نمرقوا الماكلة في ساعة طيب وتجي أفواح وقت اللي نمرقوا بالماء المغلي وقت اللي تسخن وحدها تسكت زاد البوطون تطلع عليك بركة دونك ما نخافوش ما تخافوش عليها أون فوا سخن التمبيراتور اللي حاجتنا بها تسكت وحدها ما تخافوش باهي احنا من بعد باش نخليه الملح خليوه في الاخر هو الفلفل الاكحل باهي توا باش نحط انا المقفول نتاعي ونجيب الكسكسي نتاعي باش تجيب لنا الكسكسي نتاع رندا رندا تصلي على النبي نحكيو على قام كبيره برشا نتاع ديبات نتاع كسوة المقارن الشربه انواع الكسكسي اللي تحبوا عليها انتم الكل اللازانيا كل شيء متوفر عند رندا الحاجه الباهيه وانه بجوده عاليه جدا مستخرجه 100% من القمح الصلب حاجه برك نعاود ننصحكم بها وانه طون دو كويسون يلزمكم تحترموها ما يلزمش كيكا من روسكم معناها يعني باش تنجحوا في الليبات كلهم نتاع رندا تبعوا طون دو كويسون اللي تبدا مكتوبه على الباكو نتاع رندا دونك ننصحكم ديما تبعوا الوقت المكتوب باش تحصلوا على احسن كاليتي دو كويسون وعمرها لا تعجن لكم هكاك ما تعجن لكمش تيب كما يلزم انا حطيت بزيد خفيف باش نقرا حساب لي كيف تبارك الله تبارك الله وينك وكسكسي وريحه الكسكسي تفوح يشربوا فيها دونك حطيت زيت صافي في وسط الكسكسي باش نحط شويه كركم وملح وفلفل اكحل في وسط الكسكسي اي تحط تيبل لا عاد بعد عاد خفيف وين انت حطيت الكركم وحطيت ملح وفلفل اكحل شو هي منعك باش ما تزيدش تحط او دخرون فل نجم نحطوا برشا حاجات لا نجم تحط اللي تحب انت تو اي ندخلوا الزيت في الكسكسي هكا بالكدا اسمها نبثبثوه نبثبثوه هاي بعد بالماء هذاك نبثبثوه بالماء طلع يا وي نعملوا تبثبيته بالماء بالزيت صافي وبعد زيد نبثبثوه بالمسكوت ما يسالش اي أنا تو نحي القوم تاعي ونصب البوياغ نتاعي الماء سخون الماء سخون عفيف ونخليه يشرب بالقدا بالقدا تغطيها من غير ما يغطيه خليه يشرب بالقدا غير ما تغطيه تخليه يشرب الماء نتاعو هكا يزيد في ساعه يتبرى وفي ساعه يتفور كسكسي وفي راك هو رندا هذا باهي شايف خليه هكا عفيف من بعد نبثبثوا بالقدا ونحطوا في الكسكسي خليك نرجع لكم بعد قريب نكملوه عاد احنا توا على مشكلة التشغيل في تونس اللي هي مشكلة برشا ناس الحقيقة مشكلة أساسية بوكو جون يتخرجوا ولكن يلقاو فجوة كبيرة ما بين اللي قراوه وما بين المطلوب في سوق الشغل واللي
لازمهم باش يزيدوا يقويوا اكثر لي كومبيتونس نتاعهم ويصلحوا لي لاكون ويزيدوا الحاجات اللي ناقصينهم. دونك يلزمهم باش يتوجهوا للي سونتر دو فورماسيون باش يزيدوا فرصتهم اكثر للعمل في تونس والا في الخارج زيدا. هذاك علاش اليوم تحضر معنا مدام نسرين جمال، هي مؤسسه ومديره مركز تكوين اوبتيموس ترينينغ. اهلا وسهلا بك. عسلامة، مرحبا بيك، منورتنا. ميرسي على الانفيتاسيون مدام. يعيشك. هات خلينا نتعرفوا عليك ساعة قبل كل شيء مدام نسرين، وبمركز التكوين اوبتيموس ترينينغ وقتاش بدا، لشكون ديستيني، اعطينا شوية تفاصيل. اوكي، نسرين جمال fondatrice et directrice de cabinet de formation Optimus Training في مستير. احنا في Optimus من 2016. Spécialisée dans plusieurs secteurs, on a des soft skills ou on a des formations en technologie. On a plusieurs domaines, design, 3D, on a les design produits, on a des formations en informatique. Plusieurs. Très bien, donc on a beaucoup d'artisanat, mais tu as fait un peu de savoir plus sur les services et les techniques qui sont offerts dans Optimus Training. Atina mizet merkez ntaakom. D'accord. Comme tu sais, Madame Afif, nous en Tunis avons une grosse problème, c'est le travail. فما برشا ديبلومي متخرجين وما يلقاوش فاسيلمون خدمه وما يلقاوش دي بوست باش يدخلوا يخدموا. وكيف كيف فما في لوتر كوتي زيدا لي زونتربريز اللي هما حاجتهم دي نوفو ديبلومي حاجتهم دي ريكروتمون وما يلقاوش لي كومبيتونس اللي حاجتهم بيهم. هوني جي اوبتيموس، احنا كنا الحل في النقطه هذه اكزاكتومون، وحاولنا نعملوا ايتود دو مارشي efficace et pointue qui m'en coule. Mais en 2016, le tawa, hamdoulah, manéha, وصلنا formina أكثر من 9000 participants. Barakallah. Exactement. Plusieurs. Je te fais moule l'importance li ano l'yom. Mais qu'fiche ou anek t'خرجت وخديت diplôme راه هو مش معنى الدبلوم تاعك ماهوش مهم. ليه مهم؟ ولكن وحده في برشة أحيان غير كافي. دوك باش تضاع فرص التشغيل متاعك لازمك باش تزيد تكمل حاجات اللي ناقصينك، والا تمولتيبلي تزيد معناها لي كومبيتونس مهارات اخرين لي سيرتيفيكاسيون توا انترناسيونو معناها ولاو مهمين برشا باش تقوي بهم لي كومبيتونس وتثبت كيما نقولوا احنا التميز نتاعك معناها في الدومين. انا برشا دي ديبلومي وانا ولا يتميز باش ينجم يلقى خدمه اسرع ويكون موجود معناها. هذاك علاش كيما قلت لك نفورميو في الدومين تكنيك في الدومين سوفت سكيلز. وكيف كيف نتعاملوا زيدا مع لي زونتربريز؟ عملنا مع بليزيور اونتربريز في تونس، كو سوسوا في الدومين اغرونوم، في الدومين دي لابوراتوار فارماسيوتيك، زيدا عندنا دي كومباني تليفونيك. معناها في برشا مجالات. في برشا مجالات فوالا. وان بليس ديرنييرمون معناها بوندون دو زون سورتو مع الكورونا ومع الكوفيد، اون ا فورمي دي بارتيسيبون في فرنسا. عملنا فورماسيون الأكثر من 2000 participant en ligne. Les formations كانوا des formations techniques essentiellement كانوا في الرونكونفيرسيون بروفيسيونيل. معناها يكون في اختصاص باش يبدل يمشي لاختصاص واحد اخر. هما دي كونفونسيون كانوا معناها بين اوبتيموس وبين دي زونتربريز في فرنسا وفورمينها على مده عامين. كانت الحمد لله يا ربي التجربه ناجحه على الاخر، سورتو بالتو دومبلوابيليتي اللي تحصلوا عليه. برشا خدم اللي هي حاجه شوف افيك دي كومبيتونس توينسا معناها لي فورماتور كلهم كانوا توينسا وبالحق معناها في الكوميونيكاسيون وفي معناها الخدمه مع بعضنا كي كانت ما كانوش عاطين ثقه كبيره في لي كومبيتونس نتاعنا. من ولادي حاجه نقولها ومن بعد جو ليكسبيريونس نتاعنا ولي كومبيتونس وحتى والاداء وشافوا معناها اكزاكتومون خاطر سي فاتيغون راهو باش تخدم انت على مده عامين دي فورماسيون وكونفيرسيون افيك دي فرونسي وما يعرفوكش اي تو الوغ الحمد لله كانت تجربه ناجحه على الاخر. هذيك اللي ميزنا احنا اوبتيموس وخلينا معروفين في جهه الساحل في الدومين هذايا هو الحمد لله لا كاليتي دو لا فورماسيون. وكيف كيف لي زيكسبير اون فورماسيون اللي نتعاملوا معاهم خاطر المكونين اللي عندنا المكونين اللي عندنا مهم برشا لي بروفيل نتاعهم على خاطر فينالمون هما شنو هما اللي باش يقدموا الاضافه هما اللي باش يعلموا هما اللي باش يفورميو. اليوم انتوما كاوبتيموس ترينينغ شكون لي بروفيل كونسيرني بالتكوين اللي تقدموه شكون بالضبط؟
D'accord. Essentiellement, احنا كيما قلت لك avec les participants et les formations continuelles اللي عملوهم عندنا في البيرو نتاعنا عندنا des étudiants déjà قاعدين يقراو يحاولوا يقويوا لي كومبيتونس نتاعهم que ce soit باش يخدموا بهم لي ميني بروجي ou les projets de fin d'études زاد كيف كيف les diplômés essentiellement في الدومين graphique نخدموا برشا في الدومين graphique design graphique tous les logiciels 2D كيف كيف زاد دومين 3D اللي هو توا تندونس على الشكل برشا وفي المجالات كل نستحقوا اكزاكتومون فوالا نخدموا مع لي زارشيتيكت مع لي زارشيتيكت دانتيريور زيد كيف كيف لي بيرو ديتود كو سوا يكونوا في الفلويد في الانرجيتيك وكل شيء نتعاملوا معاهم برشا اوسي زيد تو لي دومين دو فوتوغرافي ديجيتال ماركتينغ كوميونيتي مانجر زيد و اون باراليل لا فورماسيون بروفيسيونيل افيك لي زونتربريز بي هيت نركزوا شويه على البوان هذا لانه الى جانب الطلبه الى جانب المتخرجين الجدد اليوم انتم عندكم سكون ابل فورماسيون كونتينيو معناها يجيكم عباد موظفين يخدموا في شركات في مؤسسات وتعملوا سيكل دو فورماسيون في حاجه معينه اكزاكتومون اكزاكتومون فوالا سولون كي نبداو مع لي زونتربريز سولون لو بيزوان دو لونتربريز داكور وساعات يكون عندهم ان بوتي بروبليم ولا يكون عندهم ناقصين معناها كلكو لوجيسيال معناها باش نقويلهم لي كومبيتونس نتاع لي زومبلوي اللي عندهم فوالا احنا نعملوا ايتود دو بيزوان اكزاكت للونتربريز ونجيبو لهم دي اكسبير اللي معانا ونعملوا لهم دياغنوستيك كامله وسولون لا دياغنوستيك اللي اكزاكتومون اون ايلابور ان بروغرام دو فورماسيون كامل دونك السبل بتاعكم اليوم هي المتخرجين الجدد هي لي زيتيديون هي العبيد اللي يحبوا يبدلوا ريكونفيرسيون بروفيسيون فوالا المهنه نتاعهم والاختصاص نتاعهم اي لي زونتربريز اللي يحبوا يزيدوا يكونوا الموظفين نتاعهم دونك تبارك الله مارشي كبير برشا ولكن هذا كله في مستير في الساحل دونك الناس اليوم اللي في تونس في صفاقس في في الكيف في الجنوب الناس اللي يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا توا ويسون انتريسي كيفاش يعملوا داكوغ احنا ملول كي بدينا كنا اون سي دي بلاس اون اورغانيز دي فورماسيون في في تونس الكل معناها في تو عملنا في في تونس العاصمه في صفاقس في قروين في كيبس ديجا وكل شيء ومن بعد فيو كي جات الكورونا وكل On a visé vers la formation en ligne. On a plusieurs formations en ligne. On a même des formations hybrides. On a un groupe présentiel et des groupes en ligne. Et alhamdoulilah, on a organisé un nouveau projet chez Optimus. C'est la plateforme de formation en ligne complètement. Plateforme Kemla. On a des formations déjà en ligne avec nos experts. وتكون pertinente ديجا وفيها تو لي تيم دو فورماسيون اللي مستحقينهم وان باراليل زاده نعملوا لهم كلكو سيونس بريزونسييل ولا اون ليني باش يتقابلوا مع الفورماتور يزيدوا يحكيوا معاه كو سو سوا يكون عنده دي كيستيون يحب يسالهم عندهم دي زيكزارسيس ولا ساعات حتى بريباراسيون دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال فما برشا دي لوجيسيل توا فيهم دي سيرتيفيكاسيون يتعداو اون ليني معناها كل واحد فيهم ينجم يعدي السيرتيفيكاسيون في دارو الوغ احنا حتى لي بريباراسيون دو سيرتيفيكاسيون نحضروهم لي بارتيسيبون نتاعنا وتكون en ligne ou en présentiel si il veut يقابل الفورماتور يحكي معاه باش تكون ان شاء الله لي ريزولتا يعطيك الصحة يا لله معناها خدمة مزيانة برشا خدمة سيبلي بوانتو احنا ما نجمو الا نفرح وقت يبدا عندنا سونتر كيما هيدا اجوك في كل شيء كل ما هو جديد لي لوجيسيال الجدد الجديد الكل راهو سوق الشغل صعيب الفرص صعيبة دونك على قد ما اون ملتيبلي لي فورماسيون على قد ما نزيدو نقويو رواحنا على قد ما نزيدو نوفروا حظوظنا هي سامحني مادا هذه ديجا لو بوان اللي نقولها للنوفو ديبلومي الناس الكل نقول لهم راهو انت عندك شهاده وقريت ويعطيك الصحه اما راهو هذا ما يكفيش معناها توا فما بليزيور كومبيتونس فما بليزيور سيكتور جدد معناها تنجم تقوي لي كومبيتونس نتاعك تتفورما في دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال الوغ تحلك برشا بيبان باغ اكزومبل احنا زاد في تونس والبرا اكزاكتومون هكا علاش عندنا دي كونفونسيون توا مع دي زونتربريز كو سوا في فرنسا ولا في ايطاليا يطلبوا
منا دي فورماسيون تكنيك سبيسيال بور دي بارتيسيپون في تونس. ديرنييرمون عملنا كونفونسيون مع اون انتربريز وديجا عملنا في الفيبر اوبتيك وخرجوا لايطاليا ديجا وتوا بروشينمون عندنا اون نوفيل فورماسيون بور دي تكنيسيان ان بوا كيف كيف زيدا بور ليميغراسيون شمشوي يخدموا ان شاء الله البرك. يعطيك الصحة. دونك الناس قاعدين يتفرجوا فينا الأكثر معلومات ينجموا يلقاو باج فيسبوك يلقاو السيت بيان سور عندنا السيت ويب نتاعنا اوبتيموس تريننج اوبونتون كيف كيف عندنا باج انستغرام نتاعنا باج فيسبوك اوبتيموس تريننج كوم سا سبرونونس عندنا لي نيميرو دي تليفون يلقاوهم موجودين واللي قريب للساحل مرحبا بيه بحذانا في مستي. ميرسي بوكو يعطيك الصحة مدام نسرين جمال مؤسسة ومديرة مركز تكوين اوبتيموس ترينينغ. ادخلوا اعملوا طلة خذوا فكرة انتوما ولا قولوا لأولادكم عليهم حاجة مهمة برشا اليوم باش يقوي الدوسيي بتاعه ويزيد دوتر فورماسيون. احنا باش نرجعوا بوحدة الشيف سيد وباش نرجعوا للدبرة نتاعنا. وقيت دونك باش نرجع بعد الشيف سيد نشوفوا وين وصل خاطر عادي راهو الشيف نتلهى انا نقدم في الفقرات نتاعي نتلفت نلقاه طيب كل شيء. الو شيف وينك؟ انا تو باش نعمل الفارس نتاع نتاع العصبين. لا باش نعمل الفارس تاع البقلاوه نتاع البقلاوه المالحه اللي عملناها بال البريباراسيون نتاع فانواز نتاع سليم نتاع فانواز. انا نحط شويه زيت شويه جولدينا عفيف شويه زيت صافي بيان سور شويه جولدينا ومن بعد نحط البصل نتاعنا والبصل جوليان قصيناه كعب على اثنين وبعد قصيناه هكا مستوي ومن بعد نحطوا الدجاج نتاعنا يتسوط الكل مع بعضه. ايه. بعد نكسروا فيه كعب عظم عفيف باش يلم روحه بالكدا باش بعد ما يتفرد شاي بيان سور. جوست هكا العظمه تيب معاه. باش يتلم. يتلم مع بعض. يبرد شوي وعندنا من بعد طريقه اخرى باش باهي. خليني نستغلوا على خاطر الشيف سيد في الصيف وقت اللي احنا انا ما عمتش برشا لما حال اسمه وقاعد يخدم في بدنوس روداني نزلت على الرياضه نزلت على الرياضه نسمع الكلام شيف باهي اعطيني هذوما الزوز الله يبارك خاطر تبارك الله شباب انت مش كيفي انا باش نحكي لكم على البيولانج سيمي اوتوماتيك او صابون دو مارسي. دونك خلينا نبداو هذايا اللي بالصابون دو مارسي هاهو خلينا نشوفوه هكايا وهكا باش نجمو نشوفوهم بالقدا. انا هذايا صابون دو مارسي باش نبدا بيه هو فرحانه ياسر انا بالمنتوج هذا على خاطره منتوج تونسي 100%. دونك لو بيولانج هذا سيمي اوتوماتيك او صابون دو مارسي في 3 لتر دونك 3 لتر ازازينا بالقدا بالقدا. دونك الصابون سائل اللي غسيل الملابس باليد والا بالغسالات النصف اوتوماتيكيه. هذا اول سائل صنع في تونس منذ 2005. هذا الاولاني اللي تصنع في تونس من 2005. دونك هذاك علاش انا فرحانه به اللي هو موجود معنا متعدد الاستعمالات. نجموا نغسلوا به الملابس الصوفيه، نجموا نغسلوا به الزرابي، الاغطيه الصوفيه، نغسلوا به برشا حاجات وريحته فاوحه ياسر ياسر بنينه. تعرفوا بنت الريحه نتاع صابون دو مارسي. تو باش نحكي لكم على هذا. هذا اللي هو البيولانج اكسترا جيل 3 لتر زيدا صابون سائل لغسيل الملابس باليد. هذا كي تحب تغسل حاجات باليد الابيض هذايا اللي قاعدين نشوفوا فيه نجموا نستعملوه كيف كيف للملابس الصوفيه والا العاديه، السجادات، الزرابي، الاغطيه الصوفيه، كل شيء نجموا نغسلوا به. المنتوجات الاثنين هذوما نلقاوهم برومو موجودين في العديد من المغازات. دونك تابعوا جديدنا، تابعوا البروموات وين تنجموا تلقاهم وين تنجموا تتبعوهم. ساهل ياسر، ادخل باج فيسبوك بيولانج والا انستغرام بيولانج تلقاو لي برومو كلهم موجودين. باهي يا شيف. باهي. الفارس نتاعك وين وصلت؟ الفارس نتاع العصبان تو. سلق وسلق. نهبط عليك، انا سبورتيف سبورتيف. باهي. شويه ليا نتاع علوش عفيف هكا. ليه نتاع العلوش تعرف شكون يطيبوا بها برشا؟ الاتراك. الاتراك الاتراك ياسر كل حاجه يطيبوا يحطوا شويه من ليه نتاع العلوش باش يفوحوا بها. خاصة كي يحطوها فوق الشاورما من فوق بالكل. لازم منها في المشاوي كل في الكباب يحطوا. باهي. شويه كبده زاده.
شويه هريسه عربي، شويه فلفل، شويه هريسه عربي مغرفره تبارك الله. استر استر إيه؟ ملح هاني حطيت بزيت، شويه فلفل اكحل، وي الثوم والمامول هنا بحالك، ونزيدوا شويه زيت صافي، ونزيدوا شويه زيت صافي للمنافع نتاعو. دابور كيما كنا نحكيو منافع كبيره برشا نتاع زيت الكلزة الصافي، وزيد باش يلملنا الفخس الكل تدخل في بعضها بالكدا ويدخل فيها لفاح، لازم باش نحطوا شويه زيت. حطينا شويه نعناع عفاف نسيتو، اي ونلموا الفرس نتاعنا هكا باش كل شيء يدخل. ومن بعد نزيدوا كعب عظم، كعب عظم هكا عظمة. ذكركم اللي احنا قاعدين نعملوا في البقلاوة السالي اللي استعملنا فيها البريباراسيون نتاع الميني سالي نتاع فانواز. البريباراسيون نتاع الميني سالي نتاع فانواز سهلة برشا، في ساعة تحضر نجمو نعملوا بها برشا برشا حاجات. باهي توا عفاف فارس نتاعنا حضر، عندنا البابي هذا هذوما الساشي كويسون، باهي نحطوا فيهم الفارس. لا يدخلني بعضي انا الشيء. اي كل ما نورمال. هذه العصبان. هذه العصبان. حطيت فيه العظم. ايه. باهي. مش يشد روح. باهي. ها وش اللون. باهي هذه اون بريميير والله لما نجرب. هذه جرب جرب. يعني لميتها انا توا هكا باش نجيب الخيط نتاعي ونربطها. خليها هكاك. ونربط العصبانه نتاعي بالكدا بالكدا. ما نخافوش عليها ما تتحلش، والساشيه نتاعنا هذيك تحميل للفارس نتاعنا ما يخرجش، جوست نربطه بالكدا. نعرف نربط ليه؟ والله لي زاستيوس نتاعك ديما ناجحين يا شيف هذوما. رانا مهما نتعلم ومهما يسهلوا لنا الترتيب كي حضروا لنا دي بريباراسيون كيما بانواز، لازمنا نسحقوك شيف. ما نجموش نستغنيو عليك. وانا ديما معك. والله لا نجمو نستغنيو عليك شيف سيد. ألوغ هذه كعيبة عفاف المقص. كيكا يقعد بعد مريتوكش. وينك يا عفاف باش تعاوني لحظة. لا قلت لك مانيش باش نعاوني، قلت لك من البارح مش باش نعاوني. تبع هذه الكعبة الأولانية. هذه الكعبة الأولى. باهي أنا توا تنحطهم بحذايا لهنا في البول هذايا. إي. نلمهم الكل. الكعبة بالكعبة. بالكعبة بالكعبة توا خنوريك توا الطريقة الأخرى نتاع نتاع الدجاج نتاعنا اللي باش نعملوا به فرس. ارجع لي للفرس توا نتاع البقلاوه اللي كنت نحكي عليها قبيله انا، دونك اليوم باش نعملوا بقلاوه سالي بالبريباراسيون تاع فانواز. لازمنا زاد كعب عظم عفاف. اي. كعب عظم. باش نلموا به الفرس باش من بعد يتلحنا بالقدر. هكا انتي بو والله تعرف كثر عليا الروايح واللفحات ولا فايده، دخلت دخلت وما عادش نعرف ريحه شنو. باهي ريت عفاف دوب ما يتلم هكا العظم. اي طفي عليه توا سي بون باش نجبد الكوالا نتاعي خلاها اكوتي هكا. نذكركم جوست لي سباتول اللي نخدموا فيهم اون سيليكون، رام زيدا نتاع الماس تري براتيك وما يلصقوش، والحقيقه ياسر سهلوا علينا الترتيب ومزيانين محليهم، تعمل هكا في ساعه ينضافوا في ساعه يتغسلوا يرجعوا جوهم به. الوغ عمرهم ما يذوبوا يا شيف. نرجع لكم بعد. اوكي. خليه يبرد شويه الفارس. يبرد شويه الفارس ومن يبرد شويه الفارس ونقدموا القدام شويه. احنا باش نخرجوا اشهار ما تبعدوش لبعيد، نرجع لكم بعد شويه.